الحقيقة نتائج الانتخابات لا أخفيك هي يعني أقل بشيء بسيط من مستوى طموح دولة القانون، على اعتبار أن دولة القانون كان يعني في بالها أن تحصد أكثر عدد من هذه المقاعد، ولكن هناك رضا، وهذا الرضا جاء طبعا بسبب طبيعة الجو الانتخابي، وهذا الأمر يعني احنا بالنسبة لنا يعني كدولة قانون مقتنعين الآن بالوقت الحاضر بهذه النتائج وبما حصدته دولة القانون. لكن البارز بالموضوع والمفرح بأنه استراتيجية ونهج دولة القانون التي أشار إليها زعيم الائتلاف السيد المالكي على أن يكون دورا أكبر للشباب تجسد في هذه الانتخابات، على اعتبار أن يعني حركة البشائر الشبابية اللي رأسها السيد ياسر المالكي كانت يعني قد أعطت هذا المدلول وهذه القيمة وهذا التوجيه من قبل السيد المالكي في أن حصدت المقاعد الكثيرة. إذن فتطور دولة القانون باتجاه الشباب كان واضحا، هذا من أهم المعززات أو يعني خلينا نسميها حالات الارتياح لدى دولة القانون، لأنها اعتمدت على الشباب في أن تحقق مقاعد لهذه الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات.